السلام عليك يا مصر، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا ام الدنيا، صباح الخير يا قاهرة المعز، يا جود مورنينج، يا هابي نيو يير، يا السلام عليكم، يا رحمة الله وبركاته، يا صباحكم الصباحي والورد والتفاحي، صباحكم صباحي، صباح من يطرد الفقر، صباح يوفي الدين، صباح من يد خلا يا لما عزيز، يا زين هم من بلاد، ما زين هم من دار، ما زين هم من دار، دار الفراعنة هاي عادة، هذه دار الفراعنة، دار الفراعنة على ما تشوفون. بكر ما شفت حد فرعوني شكله، كلهم عاديين، فرعني يقولون محيسين، ما ذكي. ما تم أثر للفراعنة في هالدار إلا الهرم، وهالأسود اللي هناك علي وين الجسر. وين هالكبري، كبري النيل وكبري قصر النيل وكبري محمد باشا وحسنين باشا وخالد الخالدي باشا، كل جسورهم هني، حتى خالد حسن أما يكون صدق حاطين جسر مسمينه بعد، والله إنها مصيبة. الأمور طيبة، بسطنا الباح مشينا على الشارع هذا لين آخر الدنيا، لأن الجسر هذا كنت دخلنا وسط البلد، لكن اليوم بيكون برنامجنا مختلف إن شاء الله. الباح أول يوم لنا وصول، ويينا عايزاني، ما مشينا مشين وايد يعني خفيف، صرنا عند الجماعة اللي جيتهم، هالجماعة اللي جيتهم من هالشارجة، انبسطت عندهم وسولفنا وعينا من الله خير، وتعشيت عندهم مسوين هايش الصالون الفنانة لابحين تويس، تويسات اثنين قالوا ماخذين على 250، صارين مقصب، صارين مقصب ماخذين تويسات، والله السمن اللي في الدنيا كله فيهم لحمت خنينة، لأنهم هاي اللي أنا سالم هالشارجة هالحلال هم روحهم، فيعرفون للمشترى ويعرفون يتنقون الدبيح ويعرفون ما شاء الله حيين الفدن. فالحمد لله تعشيت هاك العشاء الفنان، وقوم علي بوي وخلصنا ساروا قالوا عاوزين كنتاكي، وهذاك علي بطن 13 من عزر قال بوي عاوز 16 قطعة، ويوم وصلنا كل الثلث وعزر عليه اللي يكمله ضراب قصب زور. المهم بنامس خلاف ونسولف أحمل الجدة التي بتقهوة بحينا الله خير، بنسولف وياكم يلا. الحين طالت عماركم يا وقت الجيم الدلة، وهذه الدلة والماء يفوح، ما يطبخ يفوح، من يفوح الماء، الماء نفس القياس. شو نحط؟ فنيالين حطنا قهوة، فنيالين قهوة، متبوزات لين احنا نحب القهوة الغليظة، أنا قهوتي ما تكون رفيعة، أنا قهوتي أبدا ما تكون رفيعة، فنحطهم فنيالين قهوة ما تشوفونها وافيات. في هالأثناء لين تطبخ الدلة حط ابوي الزعفران على ما تشوفون، وحط طالة عماركم ريحة قناد، القناد ريحة ما كثر، هذا القناد، ومسمار احط طالة عماركم، احط ثلاثة او اربعة روس. هذه طالة عماركم قهوتنا وزبت خلاص، متقمش الدلة الغوري من يقمش النمونة معناته هذا زهبة القهوة، خلاص طفوا عنها، السامان بوي داخل كله على ما تشوفون، الزعفران والقناد والأربعة روس أو خمسة المسمار، ما ينطبخ هذا المكونات، ما تنطبخ في الغوري. شو السبب؟ لأجل طالة عماركم الريح العطرية ما تطير، لأن الزعفران والقناد والمسمار هاي مواد عطرية، إذا أنك أنت تطبخها خلاص سارت فائدتها وسارت ريحتها، شو خانتها؟ لا، لازم تسوي على ما قلت أنا، والناس عاد اختيارات. فقهوتي أنا طالت عماركم يكون لونها الزعفراني، أنا ما أحب اللون الأسود ولا أحب المبحلقة هاي الصفرة مرة، لا أنا ترى قهوة اسمها قهوة، ما باسمها غسالة، اسمها قهوة، هاي الغسالة صفرة مرة تحرها محبير، لا هذا قياس القهوة، تتخلى بوي خمس دقائق ثلاث دقائق تدينا نتفنيل، أظهرنا بوي الفرق اللي هو عمود الأرض، فأنبعته غناك وانكلته هناك، فهذا هو الفرق طالت عماركم.
يكون يومي بداية هالنمونه أول ما أصبح، إلا فنيال ساير وفنيال جاي من هالقهوة الزعفرانية، هبسودة زعفرانية، فرق بين الزعفرانية والسودة. هاي القهوة اللي يقولك عليها رضوان من الله، تعلم في طرف الفنيال، لازم تعلم، ترى اسمها قهوة، ها إذا ما بناضي ما تعلم، ها تصبغ في طرف الفنيال، ترى اسمها قهوة. وفردة أبوي فرد من عمودك أنت يا الأرض، يلي انبعت غناك وانكلت هناك والدنيا مترجة. يا رك الله يا الخالدي، يا رك الله يا ولد أحمد، بسم الله علي الرحمن الرحيم. يا أكذب على في الدنيا ما حد يقول لي ساعة خبط عليك، والله إني أكذب. بعد تكذب؟ بعد تلت ساعة طب. فلاتك ما كذب كل كذو. من باكر الساعة 7 تكون موجود، ساعتين وأنا ميال أسوحي. كني ساح شو؟ عيوني التندي. بالنظارة وبدون نظارة؟ بدون نظارة. عشان ما بشوف عيني. عيستني وانا ميلس روحي كني ساحر. الحين البرنامج تعال فتران، ترى كلك من عمود الارض. ها زيتون، زيتون زيتون من آه. اقول لكم الحين بيكون برنامج، بننزل بنتريق في مطعم الزيتون اللي تابع للفندق، بنسير بوي بناخذ ملفه لين بناي هاي العود اللي هناك البيضه، وبندور لين اخر الدنيا، وبرد هذا ها كله مشي لين ساعتين ثلاث ساعات، وبني ابوي وقت اذان الظهر. وان شاء الله بيكون اليوم هذا برنامجنا، بنمشي لين اخر الدنيا هنا، وبنتبشى مع من الله خير، وبرد وبنقيل وبنرتاح مع من الله خير، بنصلي الظهر والعصر وبرد، بنظهر مره ثانيه عاد باللبس العادي اللي هو البنطلون، الحين لبس رياضه وخلاف عاده اللبس اللي هو جينز وما جينز وعندك ودونك. ما قلت شو لبس رياضه انا؟ اكره الله تعالوي. فيوم اقولكم ان الفرد عمود الارض، انبعته غناك وكلته هناك، شو السبب؟ الاوليين ما قالوا كلام هذا عبث. اولا شوفوا من داخل ايش قال الفرد، تبين حافه، وهذا هذه الطعام ثم ارفعها، لكن طعمها شفتوا الاول الحلوه اللي يجيبونه من عبري اللي في خصافه هالنمونه، ها كأنك تاكل البانه، الفرد كأنك تاكل البانه، من اخير انواع التمور موجوده على وجه الارض. الناس وايدين يقول والله نحن ما نحب السحل الاسود، ندحب انتم، هذا هو الزين، هذا هو الدواء، كأن البانه يذوب في اللتن، لازم تلوت كأن رايح فين محسن؟ ايه والسلام فين؟ والسلام والله كمان الله العظيم اول حق محسن نور يا باشا، ايه الاخبار؟ زي الفل. هذا الفرن مال العيش البلدي اللي في فندق الفور سيزن مطعم الزيتون، هذا ابو رجاتهم هم تشفيه النفس، كل شيء هنا هذه الدنيا ودون بلاد بلاد المكان من خبره. وهذا السكشن هناك مال الفطير المشلتت والفول والطعميه وكل شيء. من اول يا كابتن صباح النور، هذا شو هو؟ هذا هو الفطير المشلتت المصري اللي رقم واحد. شكرا يا عسل، شكرا. طعوين سار طعوين تنبأ، هذا يهون القالة علي، القالة علي ما شاء الله عليه، ما يخلي شيء ما يلفه. كلنا نحن نعرفه، الفول والطعمية والبصر ما ولا لا لا كلنا نعرفه. زين هذا حين المهم. ده فطير؟ هي. عصر أبيض. فليفر فلور. زين. وده الطحينة. تتمكسها مع العصر الأسود. زين. والرهش وهذه. القشطة. القشطة البلدي. هذه هي القشطة البلدية قشطة. يلا شكرا. يعيبني أنا يوم أسير أي بلد أكل من أكلهم روحهم. أكلهم مال بلادهم، هاي الفطير المشلتت إذا بتاكله تاكله في مصر روحها، الطعمية تاكله في مصر، الفول تاكله في مصر، شغلهم العيش البلدي هذا تاكله في بلادهم عندهم روحهم، ما تاكله في مكان ثاني. يعني ما تي مصر وتدور فرنش توست، تي مصر مطعم لحم تدور فيه سي فود، يعني هالنمونة. فلذلك أنا يتعيبني مصر.
وهذا عاد العسل الأسود على أساس أنه مش عسل أسود مثل ما لنا نحن، لا هذا هو الدبس الملاس اللي يظهرونه من مشتقات القصب السكر والحلاوة الطحينية وراها اشترى اشترى تراها اشترى. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر شيء يوزلي أنا هذا الخبز البلدي مالهم يوم يحار مرة يضحك. شوف محرة حرورة يا رب البيت والحرام. زين الحين بنربيكم طريقة اللي هو الفطير مشلتت بطريقة للي ما يبقى يكثر يعني. محسن الفول مالهم غير نمون الفول والطعمية غير عن أي فول في منتهى الروعة. ما موجود هذا طول السنة يعني. أنا طول السنة مستنيك عشان أكل فول وطعمية ما عندك. شو يعني؟ مش غريب عليه بقى باكل اكل تاني غريب يعني. وحين هذا شو فيه؟ جميل الحمد لله. باكل كل يوم. ما جيتش المره دي اكله معاك يعني. مستنيك انا من السنه لسنه عشان اكل فول طعميه. رب الله. المشلتت له نوعين في الاكل، ثلاث نمونات. النمونه الاولى تاكله طحينيه مع العسل الاسود اللي هو تحط هالنمونه تحط سيد وراء اللي هو العسل الأسود. هاي الطريقة الأولى. بنت واحد اثنين ثلاثة. الطريقة الثانية اللي هو الفطير المشلتت مع القشطة البلدي. زين لازم لازم هالنمونة حط كرام مع العسل الأبيض. الحين ما تاخذ نفس تكتم نفس تحلم ابا برد ابا مزرعه ابا عرس ابا اسافر تحلم توصل من عقب حلم. الطريقه الثالثه فهي طريقه عاديه يعني متعارف عليها لكن سهله يعني. بس ها حلاوه بطحينيه ويا قطيعة الفطير المشلتت اللي هو هذا الرهش وتقول بي يا حبيب النبي ما يبى لا كلام ولا سر ولا تعال. بلاك تطالعني تفاق علي كره الله تلوي أولي حق محسن نور ولا يبش إيه المنقدة لقى عائلة واحد لمين واحد لمين واحد ليه واحد ليه يلا يلا تفضل توكل على الله. لا هو واحد بس يلا خلص يجنن صح تحفة تسلم إيدي تحفة يلا يلا خلص خلصة. ليش هالبطرة ليش هالبطر اخلص بشي باجي قطرة أخلص. محسن النعم الزوالة خلص. بس أنا طلبت أبوي كوفي في العافية طلبت كوفي يا أبوي كوفي يلا خلص هذا يلا بسرعة. والله هذا شرب ان الله تصيرك يلا ابوه ما بتموت ما مت ابوي بالك سنة يلا خلص خلص يلا يلا يجنن صح ايه نقيت المن يلا خلص مره واحده مره واحده خلص عيسني بسير انا مره واحده ما تم ولا قطره. رب العالمين بيحافيك يعني بحافيك يعني بس خطك اكثر عن هالنمونه. اسمح لنا عاد فندقنا اسمح لنا بوترك لمده ساعتين وبرد عليك يلا عدي يا اخوي عدي يلا. والله ما حد بيفتك من المشي الحين الا علي عند امتحانات علي مدرس كذب علي هاك اليوم قال انا والله مدير مدرسه كذب ما كذب عن احد في الدنيا العوده قال انا مدير مدرسه قلت له راوني قال ببعت لك شهاده تعييني مدير بحاول اظهرها لكم روحه كاتب ورقه طرش لي كذا وهو اللي كتب وهو خاف منها بعد. هذا يكون طريقي اليومي انا اظهر من فندقية خف على الفنادق حكين وانا ساير لين اوصل على هذا الاول اسمه هيلتون النيل والحين سموه ريتز كارلتون. تعدل وتزين من اكثر من 3 سنين من فتحوه الحين هاي السنه الرابعه. فمن اجمل الفنادق حاليا هو اول بادي الفندق الفور سيزن من عقب الفندق فور سيزن الفندق هذا من عقب هذا الفندق. في فنادق وايدات لكن هذا يعني
رقم 2 من عقب الفندق الفور سيزن. اللوبي ماله وايد مميز وجميل وعالم وحركه وحياه ومطاعم وشيء شو ما تشوف، ويسدك المكان هذي قدام مشاهد ابوي برج القاهره. هنا القاهره، هنا القاهره اي والله يعني تمشي زين، الواحد بعد يظهر يفري عن خاطره. في احتمال اسير الفيوم بكره ولا ورا بكره، العلم عند الله ما ادري اتري. هذه وزاره الخارجيه القديمه اللي مليون سنه، وهذا مال كوبري 15 مايو. نحن سايرين الحين شي لين جدا الكراد وما كراد وما اي قبضات سام. ياخذون ابوي قيلوله الحين، ياخذون قيلوله لين متى؟ لين المغرب. هاي يوم يقول لك الكلاب رقدت، الكلاب هاي هي رقدت الكلاب. يوم الناس تشتغل والناس ابوي متوقضة ترزق الله، هنا ابوي راقد هم راقدين. هي فلان رقاد رقاد كلب، رقاد رقاد كلب. شو السبب؟ 24 ساعة في النهار راقد وفي الليل يعسعس. تدري لو شيء وصف ذيب تعسعس ولا سبع النعس، ذيب تعسعس ولا سبع النعس. ايش فايدة اسمك سبع سبع وما ادري شو وما ادري، وانت رقاد 24 ساعة خليك ذيب عرعر، لا ليلك ليل ولا نهارك نهار. وان رقدت امض عين والعين الثانية مبرجل. هنا وصلنا طالة اعماركم لين فندق الكراد، بناخذ لف ابوي في اللوبي ونحن شو مطرجي، بنكمل بعد نسيد لين الفيرمونت. الفيرمونت اظني بنجلس بنت قهوة، بكمل خلاف سيلين الزمالك. الكوبري اللي هناك العود الكوبري، الكوبري اللي هناك كوبري مبابه، بنسير من ورا مبابه لين الفرجان هاي لك تشوفون كلهن، بنتليهن بني لين فندق الجراند حياة، وبنعبر من الكوبري اللي هناك بنسير لين فندقنا. يعني نعم السيف ودي معك ليه ودي معك عيل كتير يعني؟ نعم انت بتتكلم في 15 كيلو وماله حلو حلوين. ايه يلا يلا يخوز يخوز مفعوش اسمه هو القشطه وال العسل. ها السلام عليكم. عليكم السلام، نور باهل مصر. اهلا 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 يا كابتن. تحيا مصر، تحيا مصر. زيرتهم ابوي فندق الكراد، عندهم اليوم دينا، وعندهم منو بعد شو اسمه هذاك نسيت اسمه، محسن شو اسمه هذاك؟ حكيم. حكيم قد هالنمونه والله النمونة. حكيم ودينا عندهم، هاي العلم ما أعرفهم أنا منو. بس كله ليش كله بالإنجليزي؟ ليش مش كاتبين عربي؟ أمينة. وأمينة منو؟ الحنطور. زين هي مال ركب الحنطور. هذا فندق أبوية. هاي هناك وين الريوق، الريوق هذا مطعم الريوق. فندق فايت فنان بعد ال الكراد. فنان وزين لكن ما يخصها في الفنادق يعني. يعني فندق الكراد شيء وفندق الفور سيزن شيء آخر. اللي هي ما يعيبه فندقنا، واللي يعيبه فندقنا ما يوزن الفندق هذا، برغم كلهن زينات. فنادق تشنتيا مصر كلها مميزة جميلة، الفايف ستار فايف ستار في كل البلاد، لكن يختلف من مكان إلى آخر. مرحبا، السلام عليكم. من أنت؟ أحمد البازر البحر. هلا 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 الغرب، والله مليار مرحبا. طول لي عمرك، طول لي عمرك. شلونك انت الحين؟ تنازل شايفنا من فوق. والله ما شفتك نازل كذي، بس شفتك وانت بتمشي قلت 100% يا الكراد لازم تجي. الله يطول عمرك. في اي كشات؟ اي والله مصر حد يصبر عنها؟ ما في منو يقدر. اشكرا، الله يطول عمرك. يقول كل شهر اكون هني كربلاء. ايش اسوي والله؟ شلونك يا طويل العمر؟ الله يحفظك، الله يحسن عزاك. امين. الله يحفظك. الريال عزمنا على قهوة، عسى عمرك طويل. زين انت مو مالك قهوة، انت مال الخير. يعني افداك الله يطول. محسن لا تسال عن رقم تليفون حد ولا 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 هي هي انت مش عاوز رقمك. هي معك ما فيش. بخبركم عن سالفة محسن خلاف عاد على الباقة. ليش انا احذره كل يوم وليش اقول له لا تتدخل في اي حد اتلاقى وياه ولا شياته؟ علوم علوم وايد، علوم وايد. خايف على انا خايف على الناس منك. الكلاب الكلاب لونج ما صوت لانه داخل شيء حريم. وهي ساتر الحين بنيس بالخاري هذا حين يوم يقولون سيتي سيتي شو اسمه لا لا سيتي فيو، هذا السيتي فيو زين، وهذا النايل فيو على ما تشوفوه.
وهذا ابوي فندق الكرات حب احنا فوق بنت طمت شوي بنت قهوة عند هالريال الطيب لي ودي لا خلينا منك ها انت بالله عليك مال كرات لا يا ما كنا بتحلوا على ايش ما قاعد تسكنون تشفل على لي طاهر تعال شوي طاهر احسن انسان فيك انت يا كرات الكرات بارك الله عم طاهر حبيبي انا عاوز قهوه مانو دبل ثقيله كاسه كبيره 100 100 شكرا ما تقبلوش اي حاجه ده لا قبلوا صايم عملت نايت شوف لنا ها لا انت قاعد منو القدع؟ محسن هذا أيوة. قدع غربل والله لو عرف لو خبرك عن علومه لا ما بتقول قدع لكن من وصلت واقف لك ولو تبي شنو تبي يوصل والله يا ابوك يعني ترشيت اليوم يجيني الصبح ان خلاني اتريالين عشر ساعتين لا 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 جذوب غربل الله عيون عيون لص عقلنا بسم الله مواعيدكم لا 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 مواعيدكم لا صدق كلام ابو محمد انا معاه قاعد بتحكي تبعه قول لي في ذمك محسن مش متندم انك رجعت من الامارات مش متندم دي شويه حضرتك متندم كنت تاكل في الافراح وفي الاحزان وفي الاحزان في كل حته وتشرهات تحصلها في كل طالع شمس من شرق ومن غرب ورجعت الحين شو صفت ملكا؟ دني شيلي من زمي يلا ما كتبتش في الورق والله العظيم انك انت هذا يوم يقول لك منحوس منحوس لو حتى راس فانوس فانوس ايه؟ فانوس فانوس انت لو كنت في الامارات اركم شخص متفارج وياه في وين؟ في مهرجان الظفرة والجيته في وين؟ في ام الدنيا في ام الدنيا والله مليار مرحبا مليار مرحبا بس بالإشارة ما يبيّر مس شو أسوي قال أبوي قال حق هل يمني ساير العمرة أنت ما بتخبرني أنت منو وياك حمد حمد إسماعيل من دبي دفتر جي حق الظهر ورانا النيل زين أنا بكفري طيب نور زين هل أنت وجودك الحين بالصدفة إيه والله صدفة اليوم واصلين تونا من لساعة وين سكنتوا؟ في كراد والله زين ها؟ ايوه حلو يعني عني المحللنا خالدي طبعا الله يحفظك ما يندراب الجسر هذا الكبري هذا على قولتهم كم عمره الله العالم لكن اظني اكثر عن 150 سنة اكثر عن 150 لكن الحديد اللي مصبوب الجسر هذا منه يسد اظني لو الحين بينشئون جسور 20 جسر يخدم الحديد ليه صابين بالجسر هذا يصب 20 جسر من الجسور الحديثة هذا يوم يقولك شيء ولايتي يطرون هذا الولايتي الصدقي لكل الزمن وهذا يوم يقول لك رايحين الجنينة وقيم من الجنينة وحننزل للجنينة وكنت في الجنينة وتوني حروح للجنينة هاي الجنينة وخلاف يعني بعدين ودرت كل حد قضتنا هالخلا اي كرهتن غرب الله عجيب يا سلام محسن قول هالشيء الخرا سارة نبوي استعانا بمنو بالعصابة كلها هذا كبير زعيمهم هذا وهاي لاك ابوي عيال عم انا وابني عمي على الغريب غرب الله الله ما جلبته سارة خبره بالخلا زي العين ما تشوف كل هالخلا قرب لكن الله ما قواك ها شوف حينات هاي ابوي ما في الكلاب كلب طاهر هذا ابوي سدر مصر سدر الاولي تحدون النبج نبجنا الاولي هذا ابوي النبج الاولي هذا النبج الاولي ما زر ابوي مصر ها شوف الكبري هذا تشوفون اللي تخطفنا عليه تو صورنا قبل شويه الازرق الحديد هذا اسمه كبري مبابه وقبله كان شيء كبري اسمه كبري ابو العلا فتشوا الحديد اللي فيه هذاك وها وحطوه هني هذا حين يريدوا هالمكان من كم من سنه من سنين صب ريج حديد لكل الزمن لين اليوم يبون حد ابويه يضاربون عليه هالحديد يبيعون سكراب فما بلاقين حد ابويه يقيم هالحديد لين اليوم لين بكره حديد غير نمونه شوفوا ها شو عرضه ما يتحرك لكل الزمن هذا يا ابوكم
يا ربي اسمي حديد حديد. ها هاي ابوك ملايين لو ينباع. محسن تعال انت وعلي وحملوا الحديد ها بيعوا سكراب. ما هذا وقعني دلوقتي ما كيف. ولي صدري يا ابوكم تحرط طبل مسيندة وقرقع قرقع والله تحرق طاوي ضاربا في صدره من دواخة الجقارة. شوفون هالرسومات هاي اللي تشوف تحت هاي غرب الهن الله الكلام. ها كان انا ابوي فوق معلجين هن على الكبري ايام ايام زمان الاول. ها حاطين ابوي حد يحرس الحديد هاي ولا ما بيتم هالمدة كلها. والله حاطين له حرس حد يحرسه. اي ولا بيونه ها يا لبيه قولوا يا حبيب النبي عنثر الليل عنثر الليل عنثر الليل والله دارن. ها الامن قفل التفتيش امن قفل التفتيش تحمل تتنفس. ها شوفوا بالله عليكم بيون عيال لبيه والله في ليل ظلام ليل بس يصبح كأنه شيئا لم يكن. رب العالمين عامي عيونهم انا. ها عايز في سنه يتشل والله لو يعطونك الراي يعني خمس دقائق ما تاخر لا انت ولا علي. الله اكبر عليكم تسرقون لك حال من العين ما يروم لكم غير الشديد القوي. وين يين الترين الشارع هذا بكبره شو اسم الكبري هذا محسن؟ لا ها كبري مبابه. وحين شوف هاي هاي يسمونها الجزيره هاي البقعه يسمونها الجزيره هاي في نص النيل اعرض منسوب نيل هذا هني في هالمكان روض الفرج اسمه قصد؟ لا محور الفرج هذا المحور محور روض الفرج الجديد هذاك الجسر جديد باليداد طال عمر من الخدم هاك الجسر الهم وعدله وزينه. اي نعم هذا ابويا المكان اعرض مكان في النيل هذا يكون فيه هذا اللي تشوفونه مكان جميل في منتهى الروعه. يلا ونحن الله يحفظكم بنعبر الحين الطرف الثاني بنمشي على البر الثاني مقابل فندقنا طرف هذا لين فندقنا اظني 15 كيلو وعقب لين نوصل الجراند حياة وبننشف جدا فندقنا بنوصل بنصلي بنرتاح برا مسكب. بقول لك موسم البرتقال هذا موسم البرتقال والافندي عندهم هذا موسم ابوي الافندي هاي حلاوتك يا سفندي يا ابن عم البرتقال يطرون هذا ابوي هذا ابوي موسم الافندي هذا موسم الافندي افندي باشا هذا النيل زين وهذا البيت مشاهد لنا هذا البيت اذا ما شيء عمره 300 ولا 350 سنه بيت قديم هذا يقول لك البيت كان واحد من التيار معرس ماخذ وحده اسمها نفيسه من الفيوم زين وصبر عليها 50 سنه لغير ما يابت عيال نش ابوي هو عمره 65 وعرس خد بنت خدته صغيرونه ويا بتل ابوي دردور عيال ونش ابوي وراغه وكنت يا نفيسه وعطوها في البيت هذا. هالبيت تمت سنين الله ماتت واندفنت ابوي في نفس البيت شيء حديقه وراء البيت هذا قالت اذا مت تدفنون في حوي بيتي ودفنوها في البيت وتم ابوي هاي المتنفره قالت العائله كامله وعقب ابوي مات الابو وماتوا العيال وماتوا الاحفاد هذا كله كذب ترى ولكن صح ولا كلمة من الواقع هذا كله تأليفة. هاي بعد من الغرائب اللي في مصر أغرب بناية في الدنيا ها أبدا تحرى أبو كوزدرة تحرى أبوي منارة نسيب بناية ها النمونة روح حياية لا هود ولا هدى هذا هاي الأرض اللي حفظكم كانت الثلاث أخوان وجسمها اللبو الخوات الهنتين متفقات واللخو هذا مناحس ويا حرمته هاي لاك ابوي سوى بنايات والاخو حرمته من وين حرمته الله يحفظكم من بقعه يسمونها كفر الشيخ ونسره نسره قالت لا انا ولا من بنى وتمت ابوي هذا هو مكانها والخوات ابوي ساران وبنان وعيسان هايتي بكيزه والثاني زغلول سكنان ابوي فوق واجرن ابوي الاقسام كل عيال هايل سكنوا عند هاي وتمت هاي النسره روحها هاي من لعانه والقراد اللي فيها تمت روحها يوم قبت تمين معلاي شروى سفينة نوح حتى عيالها عافوها قالوا جيج صبروا سنة الحول الحايلة السنة الحول الحايلة ما شي فايدة ودروها ابوي يسكن ابوي عند العمات خوات اللبو والحمد لله تساعدوا وتمت اللبو لها حشيمة وكرامة ويسيرون عليها نسره نسره ماتت شاهد غير نمونة طلفت ابوي اللذانات وهذا وين وصلنا طالت اعماركم يا
جابنا الطريق تعيدونه هذا شهرزاد هو فندق وهو ملها فندق شهرزاد هذا يا معيت وامطرت الأول حسن الأسمار وحلمي عبد الباقي زين الحين طارت عماركم وصلنا نحن هذا الكبري يسمونه كبري كبري القلع وهذا أبوي شرتن القاهرة الأولي اللي ما يعرف شرتن القاهرة هذا مب من رواد مصر هذا من أقدم الفنادق في شنتية مصر إيه وهذا فندق الجراند حياة وهذاك وين فندقنا هذا فندقنا وحين بنسير ها وهالأول يسمونه شرتن الجزيرة الحين خلفوه اسمه سموه سفوتيل كنا بس والدنيا مطرجة وهذا برج القاهرة وحين ساري بوجده فندقنا بس هاي العلوم كلها يبارك الان هذا السبب وكلها مبحلقة 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 لين ها غيم وحدة ما شيء إلا هي شردت ابوي عن ربيعاته وقالت ابوي الكرب ولي رب بيني وبينكم ما يصنع الحداد لا تعرف اني لا من سعايا ولا من رعايا انا ابوي بيني وبينك انزعل وخصام وتوادر انا ابوي الهن الحين ثلاث ايام كل المجموعه هاجرت وازمت هي الوحيده ما قربها لا صديق ولا صاحب هالنمون اللادمي اللي ما عنده اصدقاء يازم وحيد ها شوفوا شرات الغيمه لو غليظه ولو جميل ولو فنان ولو فيها مطر يا غير وحيد وحيد ما ينشه لا في السعاية ولا في الرعاية لماله سمعة طيبة ولا لصداقة طيبة إن كان إنسان لو حيوان لو بلاد لو قارة وحيدة منو بيشاهدها منو الروح تبغي عرق الأرواح غير الميذوم ليه يعزلونه الميذوم ليه فيه دام هذا يعزلون روحه يتم وحيد لكن الروح تبغي عرق الأرواح تبل وادم تبل الناس ما حد يتم روحه وحيد ها شوف بالقب تم روحه شخانت لو انت يا بوش يقطر منك عسل لو يقطر منك دبس لو يقطر منك شهد ما حد شاهد وحيد كازينو قصر النيل وليه زعلان زعلان يا عم انت طيب كازينو قصر النيل وكبري قصر النيل كبري قصر النيل وكازينو قصر النيل انزين ها ماشي يلا انزين كازينو قصر النيل وكبري قصر النيل الكازينو هذه يا ابوكم ليه ما لحق على ايام شده وعده ما لحق على شيء في الدنيا العوده هذا ايام ابوي ملتقى الانظار ملتقى الحبايب وملتقى الناس والناس كلها تي من كل دار ومن كل بقعه هذا ابوي من اقدم الكازينوهات في جنتي مصر تمثلت فيه الافلام والمسلسلات والقصيص وما ادري منو يتواعد ويا من ادري منو عقب يتحابون عقب يخطبونهم ويعرسون وما ادري ايش قايل اي امور ها وهذا ابوي فندق الفورسي السيف هذا فندقنا ها تشوفونه والحين بنسير بعدنا لينا وهانت ابوي خلاص ما شيء باجي يلا اي والله الساعه كم ظاهرين الساعه 10:30 وحين الساعة 6 يعني يقول 5:30 ما يندرك بساعة اي والله هذا حين سيرنا جدا فندقنا الفندق ابوي يريف 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 من العالم يا سلام يعني انت صدقت نفسك يعني قاعد الحين انت في الفور سيزن ليش ان شاء الله ناد محسن عنده سكيورتي عنده سكيورتي لا خلي بينادون السكيورتي حصل حرب حقي بدري هذا شفتوا اللي كذب كذب وصدقها هذا اللي كذب كذب وصدقها ليش يا الفور سيزن نعم ما شاء الله عليكم كيف الحال كيف انتو هذه الحرمه منو هاي منو هاي منو هاي منو لا انا تعدي اساميهم بس اول حرف انتي حرف انتي فاطمه الخيبه ما شاء الله اوه ما زين الاسمك شين قولي لي ما شاء الله عليك هي والله يا سعد حظي الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك وهابني وير وسنه سعيده علينا وعليكم على امه محمد اجمعين شيء وياينا هذا حلاوه النبلسياته
وجايت لنا ابوي باغة هالورد. اخبركم من وين جاي هالباقة. هاي الباقة اهداء من يوسف الخوري. شكرا جزيلا استاذ يوسف، بارك الله فيك على باقة هالورد المميزة. وهابي نيو يير. يلا وظهر اللي هناك، خلينا نشوف شو هذا كله. صفه كله على الشبرية، كله شوي شوي لا تستعيل. وهذا علي ترى على فكرة تويا يا. لا لا قايبة لي ساعة عنده البقر. ايه تويا، لا مشى ولا شيات ولا تعب ولا تكلف. يا لازم أتعب أنط من هنا يعني عشان ترتاح. ثم هذا وين نطرش؟ هذا من عند يوسف الخوري، باقة ورد وكيكة. أهلا شو هب، أهلا أهلا من يوسف خوري، أهلا من يوسف هي كنا. المهم نزيل هاي كيكة طرطة طر 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 طرطة ولا كيكة هاي طرطة نزيل. وهذا بعد ما بي تي فور كذا نوع. وهذا حب حب الفساد وسبال وشو اسمه علي، هذا محسن سوبيا. هذا سوبيا وحب ثلاث أربع نمونات حلاويات من غير. وهذا كوكيز كنا. وهذا بعد ما تشو، وهذا بعد بعدها كل جايينا من عند هذا المحل كنا. بيج هاو ار يو؟ تمام تبيت قلبك حبيبي. هابي نيو يير. هابي نيو يير. هابي نيو يير حبيبي، كل عام وانت بخير وان شاء الله تكون سنه بخير وبركه عليك. ابراهيم توفيق تراني حاط انك انا على السبيكر ويالس اصورك. اوكي مو مشكله حبيبي، دامك حاط السبيكر كل عام وانت بالف خير جميعا متابعين ابو محمد. يعلك تسلم. خالد الخالد، خالد الخالدي، بارك الله في حياتك. كل سنه بخير وبركه عليكم ان شاء الله يا رب العالمين. امين. مشكور يا ابراهيم. ليش متصل انت حينه؟ والله اني والهان عليك يا ابو محمد، وله كبير يعني لا يبعد ولا يوصف شاهد الله يعني. شو تتوقع صدق ولا كذاب؟ صدق ها؟ صدق اكيد يا رجال. لو طلع مني انا كلام ده ما يبقى صدق. مستحيل يبقى صدق. مشكوك في الموضوع ده. ازيك يا ابراهيم؟ هذا علي علي. ازيك يا ابراهيم؟ علي علي المصري، علي المصري، علي ومحسن. انت في مصر؟ هي متى رحت؟ يا الله لا بليتنا. هي يا شو؟ يعني علي المصري هيكون فين يعني؟ في تنزانيا؟ متى روحت؟ روحت من أمس. بديت قلبك حبيبي، هلا الله بعمرك ودير بالك يا ابوي. داير بالي منهم هايل، هاي ناكر ونكير الله أكبر عليهم. يا جوج ومأجوج. يلا يسلم عليك إبراهيم. الله يحفظك يا أبو خليل. شوفك إن شاء الله. متى بترجع؟ متى؟ يوم الأحد إن شاء الله. يلا توصل بالسلامة حبيبي. الله ييسر امورك. امورك في بيت قلبك يا ابو محمد. ها؟ ها؟ شو رايك؟ 100 عدم من الامارات. نزلت لكم البوست اللي من عند سالم الشعيبي، مجوهرات سالم الشعيبي. بيمددون التخفيضات بعدهم لين تاريخ 4/1. نزولا لرغبة الجماهير. شو السبب؟ السبب ان الحد منهم ما لحق وقالوا ابوي ومحمد نحن توها بالمعاشات وما وحالنا. فالخصم مثل ما تحيدونه 12% على المصنعية، ناهيك عن اللي عنده بطاقة حماة الوطن. حماة الوطن هاي روح حم ابوي لهم خصم فوق عن اللي هو 12%. فاللي ما لحق بيلحق ان شاء الله. مجدده ابوي الخصومات لين تاريخ 4 من السنة الجديدة من الشهر البيل. فالفرصة عندكم. وهذا ذهب، والذهب زينة وخزينة، ما بشي لعبة ولا بشي بتيود ونهار ثاني بيخترب. مثل ما قلنا لكم الذهب زين وخزينة، بديلات جديدة، صيغ قديمة ومطورة، شيء ما بين الحاضر والجديد والقديم مكس. مسوين ثلاث نمونات لاحقوا اللي ما لحق يلحق. شيء زين ومميز وفنان واسعارهم مناسبه واخير عن كل الاسعار الموجوده في السوق وانسبها من حيث المصنعيه ومن حيث دقه التصنيع وجوده الفينيشنج والجوده العاليه ونقاء الذهب بانواعه. فهذا روحه
يتميز فيه فقط سالم الشعيبي. سالم الشعيبي يتميز يعني لأن اسم سالم بجوهرات سالم الشعيبي جميع أفرعها عمرها أكثر عن 45-47 سنة، فشيء جميل وفنان يعني أنك تقتني شيء فنان بهالأيام الزينة، ظهور المعاشات، ما بغلط أنك تفرح الأخت والخالة والصاحب والصديق، شو المشكلة يعني؟ ذهب أخير عن البيزات، ما صار بوي بلي شيء وما تروم تمشي من العالم، ما بالك حينه شوف العالم على الرصيف الثاني ما تروم تتحرك والسب شو راس السنة. ها شوف العالم هناك ظلمي ترى ما يبين، ها هذا كل العالم. يا سعد حظي مع هالذي الجميل اللي جنن شحالت. شو اسمك انت؟ نوف. من هالوين نوف؟ من وين؟ انا سعوديه. من هالرياض؟ من هالوين؟ الرياض. والله والنعم صوبك من عندك. والله مليار مرحبا 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 بنوف ما شاء الله عليك الله يحفظك. زين الحين عازمين على طاولتكم؟ وهاي دله الوالده؟ زين زين يلا زين فضلك. مشكورة مشكورة. شفتنا في لندن عيت من عزيمتنا. واليوم اليوم قبلنا العزيمة. لا خلينا من شكرا شكرا طال عمرك. يلا أمي. هذا من اللي قاعد يصورنا؟ أنا ماري. ها؟ أنا ماري. هذا من؟ أنا. أنت شو اسمك؟ عبد الله. وهذا اللي تبغى هناك قاعد يصورنا؟ هذا فرماوي. ها؟ فرماوي. فرماوي. زين زين. سلم على الفرماوي وقول له صورناك من غير ما تدري. فرماوي من وين؟ فرماوي من مصر. زين وانت؟ الامارات. حبيبي بسم الله عليك. هيعجبك قوي يا زي المنطق بتعمله بالزيت. الله زيت الذره زيت العربيات. نور يا محسن. نور يا محسن. ايه الاخبار؟ تمام زين. شو رحلة وانت زي لما اكلت ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وانتو؟ طيب وانتم منور يا حق علي. الله يخليك. هابي نيو يير. زي اللي بتعملوا مين؟ مامتي. مامي. موش. جلستنا حين في ريتز كارلتون في منتهى الروعة. جلسة جميلة لوبي من أربع ما يكون وموسيقى هادية سوالف وعالم ساير جاي وعلي بوية نفخ راس الريال اللي عازمني على القهوة نفخ راس. شفت اللي نازل وحصله مهدار ياس هذه خورط على الحين هالريال اللي أنا وياه ريال معروف عندنا في الدار وريال يعني تكانه رزين عقل ثقل جيمة وقيمة يوت فيزا قدام عاد علي الحين هذا الريال ريالنا نحن اللي من دارنا يتحرى هذا عاد منه على العاجل وهذا حياس شيء يغرف شيء بالقون شيء فقنات شيء بصياني خورط عليه وهذا فقير الريال من ناكي اعتشى من كثر الكذب كان شو بيسوي؟ مصطن من كثر الكذب الحين ورم ما
من اول حق علي حبيبي. الله كان في مشكله التعليم بنتحاور خبرات تعليميه بنتحاور. إيه بارك الله فيك ما شاء الله التعليم بارك الله فيك. شكرا استفدت. شكرا يا ربي يطمنا على المستقبل. ماشي يا رب. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. كيف حالك؟ وايدين بيسألون حين كيف هذا الرجال اسمه جيفر؟ شو يعني كلمة جيفر؟ والله جيفر ما أعرف شو معناته. كان؟ سبحان الله كبرت وقالوا لي اسمك جيفر. صدق والله؟ إيه والله ما أعرف شو معناته. تعرف حد في عمان اسمه جيفر؟ وايدين في عمان اسمهم جيفر. والله؟ والله العظيم. سبحان الله. كم من سنة ما تلاقينا؟ تقريبا 5 سنوات. سبحان الله. وهالوهم متى ما شفته؟ آخر مرة شافنا معاك. قبل كم سنة؟ 2012. خلف الأسوار. 2012. والله مرحبا مرحبا بجيفا. مرحبا بك حبيبي. نورت القاهرة. الله يبارك. وزين ان شفناك في نهاية 2019. ايوه شفت جاي. والله العظيم ما شاء الله ولكن ما تغيرت ما شاء الله عليك. ان شاء الله. ما تغيرت ابدا. هل لحيه هالمثل؟ الله يحفظك. يا هلا بيك. هذا ابوي النقل عام، النقل عام، نقل لايف حر. من وين؟ من الريتس كارلتون. شوف العالم. شوفوا مصر ابوي من جلب ابوي فوق تحت ليلها نهار ونهارها ليل. شوفوا بالله عليكم يا ربي بلي شي ابوكم ينقزون على كراع ما بالكم ابوي راس السنة. شو جيفر؟ جيفر شو مصر شو غادي؟ نعم ابوي خلصنا سهرتنا عند الجماعة سرنا الشقة جلسنا عند هالشارج وسولفنا وياهم ورمسنا وعينا من الأخير وحين هذا علي ابوي وراي وهذا محسن سادين ابوي الفندق يتحيدون الكيك والهلاوة هذاكي ابوي عندي محب ياكله فقال علي ابوي حبوبي انا الكيك العود وهذاكي قال ابوي بالبرميت والبسكوت والاشياء هاي او انا الاثنين ولا يلا خلاص محسن انت تعرف شو تسوي